وكان جاي يدير البوسيب تاعه باش يدير 3 نقاط كما حنا كنا نحوسوا ثاني نحققوا الانتصار تاعنا، والحمد لله ربي ما خيبناش، حققنا 3 بوان في صندوق اللي تخلينا توجور في رياده الترتيب ونحافظوا على اللقب تاعنا تاع البطوله ان شاء الله. وما نتكلمش على الروندمون تاعي دركا باسكو مازال لي ماتش راهم جايين وكاع، وان شاء الله انا ندير البوسيب تاعي باش نفرح لي سيبورتير وكاع فريق باش كاع الاسره البلوزداديه ان شاء الله. والحمد لله ونشكر الانصار اللي سقسوا عليا واللي ساندوني، والحمد لله وقعت في ونزلت رونوفليت كونترا تاعي في شباب بلوزداد، وشاري فريق شباب بلوزداد معروف في الجزائر فريق كبير ان شاء الله، وين غادي ثاني ان شاء الله من هذا الكلوب ان شاء الله نحترف، وفريق شباب بلوزداد ما ننكرش خيره قدم لي كاع الامكانيات تاعي وفر لي كاع الامكانيات باش نبرز، والحمد لله ان شاء الله ندير المجهود تاعي ان شاء الله باش نرجع لهم الخير تاعهم ان شاء الله، ونفرح شباب بلوزداد ونفرح كل اسره بلوزداديه ان شاء الله. عرفنا كيفاش ندرسوا جيدا الفارح، لاعبين حطوا راسهم خدموا طبقوا تعليمات، نظن باللي انا وشفت بانت علامات تاع فريق اتحاد العاصمه، هذا هو الشيء اللي يفرح. كاين هذيك لا كومباتيفيتي، كاين هذاك لو فون جو تاعنا، السيستم كيما شفتوا تغير الطريقه اللي يلعب بها الفريق، لي جوار تليبيرا اون برودوي دي بو جو، كنا بيان اون بلاس ولكن ضيعنا بزاف، وفي الدربي كي تضيع بزاف سيران ديتاي تقدر تخسر. مالوروزمون اون با دي ميريتي والله، غير لا فيزيونومي دو ماتش ما والله غير منعرج كبير. انا نقول لو كان سجلنا ضربه الجزاء كان بالك فريق بلوزداد يزيد يخرج اكثر وكنا نلقاو بلوس دي سباس، ولكن واش نقولوا، هذه هي كره القدم. احنا انا نظن باللي منذ يعني توليت هذا المنصب احسن مردود لفريقي اللي شفتو هذا العام، لي جوار يعني راحوا توجعوا باش يجيبوا ان فيكتوار، وكنا نحوسوا على ان فيكتوار. شفتوا الطريقه، لا احنا في الفيستيار احنا لاعبين ايسون سوليدار. شوف انا فرحت بحاجه، مانيش فرحان بالنتيجه باسكو ما من نقطه ما كنتش نفرح بها، والله ما نكذب عليك. دوكا خسرنا ما من قطاع كنت نهضر نفس الشيء، لان كنا قادرين يعني نعودوا بنتيجه بثلث نقاط، ولكن ليطا ديسبري كي سيكري في هذا الماتش هو الشيء اللي يفرح، هو الشيء اللي لو كان نلعبوا بهذا المستوى نلعبوه مع فرق اخرى على بالي نولوا بسرعه ونربحوا عده مباريات. ان شاء الله لاعبين اليوم داوين لوسون باللي اللقاء ما ينتهيش حتى يصفر الحاكم، وباللي كل سنتيمتر اللي تخسره في الميدان يقدر يخليك تخسر الماتش. هذه مفروغ منها، وان شاء الله والله مازال شوف راح ناخذ وقتنا ما نكذبش عليك، راح ناخذ كل وقتنا باش ما نغلطوش في المدرب الجديد. لازم نجيبوا مدرب جديد لي زميل تاعك يهضر على الكريتر، اولا لا فيلوزوفي دي كلوب، لازم تجيب مدرب لازم لو بلان جو تاعو يكون يتطابق مع لا فيلوزوفي دي كلوب، كيفاش يلعب. احنا اوني ان كلوب كي جو فوت، اوني ان كلوب كي جو ان فوتبول اوفنسيف، اوني ان كلوب كي جو افيك دي جوار فريمون تكنيك كي فا دو لافون، اوني با بون هادو ما سي ان غروسو مودو. It's balanced, you know. They have a good players also. They do very well in this game. But our team is have a confidence, and in this game you are changing maybe 4 or 5 players, because you know you have a strong game
The last game is very strong. It's very difficult also for the pitch and the time very close. I don't have time to recover some players, but I think everybody have because you can change the result and also the luck and our side now. I think for the fans good because they give good support for us there outside and here also. No, I think they have to continue that because they give good motivation. Also yesterday they come to our hotel. They make good party. They give to good words for us, and I think this is good for the club. Come together, no direction, players and the staff, and also with the fans. Yeah, it's a big challenge because you play against two strong teams in Tunis, the best team there, and they have qualified players also. And also in the Botswana, they have still players, the talent players, young talent players, and special because it's a far away. We have to organize very well our schedule to play there, and also you have a time now to follow our opponent. You have strong games, but they have two because they play against our team. Our team also they do very well. الحمد لله اليوم لاعبين كنا قد المسؤوليه باش فزنا كونفين من الماتش تاع بيسكرا. حنا نقولوا كما قلت لي البريمير كلاس ما جاتش نقولوا حنا سهله ولا مي حنا خدمنا وتعبنا باش كنا نحققوا النتائج الايجابيه مباراه هي اللي خلاتنا نكملوا المباراة اللي سيتو بالك هنا نقولوا كانت عندنا الشياطه في داخل الميدان بالكم شفتوا الماتش تاع السياسي اللي كنا قادمين نتائج ايجابيه مي حنا نقولوا تعادل مي اليوم الحمد لله ولينا في الميكيما تاعنا ولينا بالقوه تاعنا اللي حتخلينا نديروا نتائج ايجابيه سيتو بكوبريس داخل ارض الميدان تاعنا. ماتش كيما هادو لي ماتش ديربي ما يتلعبش الماتش لازم يتربح لازم لي 3 بوا سي فري حنا ما دخلناش في الماتش وين اتحاد العاصمه جاهم دي زوكازو كانوا قادرين يقتلوا الماتش مي الحمد لله كنا رجال كنا يد وحده وكيما نقولوا البينارتي اللي ضيعوها هي اللي عاود رجعتنا في المقابله امنا حتى الدقيقه الاخرى كنا يد وحده ونشكر كامل اللاعبين كامل الطاقم بالفوز هذا باش نزيدوا كيما يقول لك نخموا في المقابلات اللي جايين نحمد ربي ونشكر هذا واش راح نقول لك بيان سير ما يخفالكش بلي الفريق هذا تاع شباب بلوز برسك الفيكتيف كامل قعد صح راح ان جوار ولا دو جوار مي كيما يقول لك حنا القوه تاعنا في الجروب عندنا ان بون جروب سواء اللي يلعب ولا ما يلعبش يد وحده عائله وحده بالك الجروب تاعنا ما تلقاش في فرق واحده اخرى اللي عندها بالك دي جوار وكلش هذه هي الثقه تاعنا باللاعبين سواء اللي جان اللي طلعوا ولا ندخلوهم في الجروب وراك شفت لا ريزيلتا هذه هي اللي كيما يقول لك ماتش بار ماتش رانا نزيدو كيما يقول لك نتحسنوا في الاداء ومع ما يخفالكش لونترينر جديد مازال ما يعرفش بيان الفريق
حنا واش علينا نتعاونوا نساو كامل سواء اكس ولا ايغرام، لازم تعاونوا نجيبوا لي 3 بوين كما كان الحال. فزنا المقابله هذه الديربي راح تعطينا ان شاء الله قوه كبيره للمقابلات الجايه ان شاء الله.